بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف السادس الأساسي، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو الدرس 12 بعنوان الحساب يوم القيامة. هذا حديث نبوي شريف، مطلوب منا عزيزي الطالب أن نحفظ هذا الحديث وأن نقوم بفهمه، وكذلك معرفة راوي الحديث، وأيضا معرفة المفردات والتراكيب الواردة في هذا الحديث، بالإضافة إلى تفسير الحديث النبوي الشريف. طبعا بداية سوف نقوم بقراءة هذا الحديث قراءة جهرية معبرة. طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيسأل الإنسان يوم القيامة عن أعماله في الحياة الدنيا ويحاسبه عليها، وقد أجملها في الحديث الشريف الآتي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. المفردات الواردة عزيزي الطالب في هذا الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة، أي لا ينتقل من أرض المحشر فيما أفناه، أي الأمور التي قضى فيها حياته حتى مات، فيما أبلاه، أي الأمور التي استخدم جسمه فيها حتى أصبح هرما. من هو راوي الحديث؟ أبو برزة الأسلامي صحابي جليل اسمه نضلة بن عبيد الأسلامي، كان يكثر من إطعام الفقراء والمساكين، وقد شارك في يوم خيبر وفتح مكة ويوم حنين وفي فتح خراسان، وتوفي فيها سنة 65 للهجرة. الآن تضمن الحديث النبوي الشريف ما يأتي: الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة 4 أمور: عمره وعلمه وماله وجسمه. أما عن عمره، هو الوقت. طبعا الوقت نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فيجب أن نغتنم هذا العمر في العمل الصالح الذي ينفعنا في الدنيا، فنرتقي بمجتمعاتنا وننال رضا الله عز وجل في الآخرة، لأنه سيسألنا عنه يوم القيامة، وسيسألنا عن هذه الأوقات التي أمضيناها في طاعته، وهل عملنا خيرا لأنفسنا وأهلنا ومجتمعنا، وهل اجتنبنا ما نهانا الله عنه. وفي هذا تنبيه للمسلم إلى أن يعرف قيمة الوقت لكي يستغله أو يستثمره في طاعة الله، ولا يضيعه فيما يضره ولا ينفع مجتمعه. أيضا من الأمور التي تناولها الحديث النبوي الشريف علم الإنسان. للعلم أهمية عظيمة في حياتنا، فهو يدفعنا إلى العمل لإعمار الأرض، فعلينا أن نعمل ما ينفعنا وينفع الناس، لأن الله تعالى سائلنا يوم القيامة عن علمنا فيما عملنا فيه. وكذلك من الأمور التي تناولها الحديث النبوي الشريف عن مال الإنسان: المال نعمة من النعم التي أنعمها الله تعالى على الإنسان، حيث أمرنا أن نكتسبه بالحلال كالتجارة والزراعة والحرف والطب والهندسة وسائر العلوم، وأن ننفقه في وجوه الخير، وأن ننفقه في أمور الخير ووجوه الخير، وحرم كذلك علينا اكتسابه بطريقة محرمة كالسرقة والرشوة، أو أن ننفقه في مغضبة أو في معصية الله تعالى، لأن الله تعالى سيسألنا يوم القيامة من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. وكذلك يا عزيزي الطالب، من الأمور التي تناولها الحديث النبوي الشريف جسم الإنسان، حيث أنعم الله علينا بالصحة وأمرنا بالمحافظة على أجسامنا، وأن نستخدم جوارحنا على طاعته وفي أعمال الخير، وأن نبتعد عن المعاصي أو إلحاق الضرر بالناس. فالله تعالى سائلنا يوم القيامة عن هذا الجسم فيما استخدمناه، أفي الخير أم في الشر، وستنطق جوارحنا في هذا اليوم بما كنا نعمل في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عزيزي الطالب، نحرص طبعا أن نقدر قيمة الوقت فنستغله في طاعة الله، وأن أعمل بعلمي وأنفع به نفسي وأنفع الآخرين،
وكذلك أن أنفق مالي في طاعة الله عز وجل، وكذلك أن أنفع الناس بعلمي وأن أنشر العلم والمعرفة في سبيل الله. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أستنتج كيف أستخدم الأعضاء الآتية في طاعة الله. الأذن أستخدمها في كل شيء يؤدي إلى مرضات الله، كسماع القرآن الكريم وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأناشيد الإسلامية، وأن نبتعد كذلك عن الغناء والأمور التي تؤدي إلى مغضبة الله. العين أن ننظر إلى الأمور التي ترضي الله عز وجل، وأن نبتعد عن مشاهدة الأفلام وما شابه ذلك، وكذلك اللسان ألا ينطق إلا بخير، وأيضا وأن نعوده على تلاوة القرآن الكريم وأيضا على قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليد ألا نمدها بالسرقة ولا نمدها إلى أي شيء يؤدي إلى مغضبة الله عز وجل. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف السادس، طبعا الأسئلة الموجودة أمامنا يختبر معلومات صفحة 46، واجب بيتي على دفتر التربية الإسلامية. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.